الله تعالى مستمرين لذبح الأضاحي لأربعة أيام العيد بشكل متواصل. لحد هذه اللحظة في عنا 150 رأس غنم وفي عنا 3 رؤوس أبقار، إن شاء الله سيتم توزيعها بشكل كامل على أهالينا المحاصرين في الغوطة الشرقية. سنبدأ بالأشد فقران ومتابعين لباقي المحاصرين. نسأل الله تعالى أن نغطي الغوطة بشكل كامل، العدد الموجود بين أيدينا لا يغطي الغوطة. نسأل الله أن يستمر الدعم لتغطية الغوطة بشكل كامل.